السلام عليكم. كما راك تشوفوا معايا اليوم وجدت فطائر بعجين، اش نقول لكم البنات، عجين جد سهله وسحريه، بعجينه وحده تقدري تستعملي بزاف ديال المملحات، بعجينه وحده تقدري ديري فطائر بالجبن، فطائر بالخضره، فطائر بالكفته، فطائر باي حاجه بغيتيها. المهم ليسونسييل ان عندك لا باز هي العجينه تكون مزيانه. العجينه هذه كنستعملها انا بزاف، ما كنحيرش، بغيت ندير شي حشوه كندير هاد العجين. وان شاء الله اليوم غادي نعطيكم لاستوس ديال هاد العجينه، وكنتمنى تعجبكم. ودابا نمشيو للمقادير اللي كنحتاج في هاد العجين. 100 غرام ديال الحليب، هي كاس العنبة، كاس ديال الماء، 20 غرام ديال الخميرة إلا كانت طرية أحسن، وكنحتاج شي شوية ديال زيت العود، واحد طريقة ديال الملحة، واحد طريقة ديال لاموطارد إلا كاين، إلا مكانش بلاش، شوية ديال الزعتر، و 350 غرام ديال الدقيق، وكنخليها تعجن. بالنسبه للناس اللي عندهم تيرموميكس كديروا بيتريغ 2 مينوت. من بعد كنمشي نوجد الحشوه ديالي، كنكون حكيت القرعه خيزو والفلفله، كندير معهم واحد التقبيصه ديال الملحه، شويه ديال زيت العود، وشوية ديال الخرقوم عرق، وكنخليها تطيب على نار مهيله. ومن بعد اللي لكم الاختيار، بغيتو تخليوها هكاك بلا ما تزيدوا حتى شي حاجه كتجي مزيانه. انا زدت عليها الجبن اللي ديجا كيكون منسم، خديتو منسم بالزعتر والثومه، وزدت شويه ديال الروكفورد. هذا الشيء كيبقى اختياري. ليسونسييل ان العجين، المقادير ديال العجينه هي اللي خاصكم تحترموها، اما الحشوه كتبقى اختياريه، اي واحد يعمر باش ما بغى. من بعد ما وجدت الحشوه ديالي، درت شكلت العجين ديالي على شكل كريات، وضغطت عليهم بالكاس كي راه غتشوفوا معايا دابا في الصوره، وزدت الحشوه ديالي، عمرتها بدوك الكريات، خديت البيض اللي تزين، خديت بيض، صفرت البيضه، درت معها شي شويه ديال الخل، وواحد المعلقه ديال لا كريم فريش، باش غادي ندهن الفطائر ديالي، وزينتهم بشويه ديال الحبه السوداء، شويه ديال الزنجلان، شويه ديال الزعتر. سخنت الفرن على 20 على 200 درجه، وخليتهم كيطيبوا شي 20 دقيقه، حسيت بهم تحمروا مزيان، وجبتهم وبالصحة والراحة. وكنتمنى لكم بقية الفرجة ممتعة، وما تنساوش لايك 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 والاشتراك. بيزوات، خليك ليا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وخليك ليا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وانا ونوم الاقنا عجبني في هرزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي انا. وانا ونوم الاقنا عجبني في هرزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي انا. خليك ليا غزالي ونطير معاك يا علي، ما خلي الوقت يسالي حبيب الروح. وخليك ليا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. شد حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون.
العللي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وخليك للي يا غزالي ونطير معاك في العللي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وانا ولو من لاقنا عجبني شد حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون فهمني حاسس بيا عرفني تايق فيا الأغضب تخاف علي وبلوم شطور وأنا وأنا ومن لاقنا عجبني فيه رزانة طيبة القلب ولحننا شكون في حالي أنا وأنا وأنا ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وخليك للي يا غزالي ونطير معاك في العللي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وانا ولو من لاقنا